كابوس موقف الحافلات. المقلب اللي هنشوفه دلوقتي هو جزء من حملة إعلانية للموسم الخامس من مسلسل Walking Dead في فيينا، وفي واحد من مواقف الأوتوبيسات حطوا شاشة ذكية بتشتغل بتكنولوجيا الواقع الافتراضي، وفيها كانت بتظهر الوحوش وكأنها جاية على الطريق وبتهاجم الناس اللي واقفين مستنيين الأوتوبيس في المحطة. شبح منتصف الليل. معظمكم اكيد شاف قبل كده في افلام الرعب شخصية العروس الشريرة او الملعونة، واللي عادة بيكون شكلها مخيف جدا وتكون لابسة فستان ابيض متقطع وملامحها مرعبة. السنة اللي فاتت ظهرت شخصية مشابهة في فيلم الرعب الامريكي The Curse of La Llorona في البرازيل، حابوا يعملوا مقلب فيه نفس الشخصية على اساس انه مش كل الناس هناك متابعة افلام رعب امريكية ولا يعرفوا شخصية العروس الملعونة، فجابوا ممثل ولبسوه زي الشخصية بالظبط، واختاروا يعملوا المقلب بالليل في موقف اوتوبيسات في مكان مهجور تقريبا. واللي بيحصل ان شخصية العروس المرعبة بتبقى قاعدة على الرصيف او في جنب وبتعيط، وده طبعا بيلفت نظر المرة، واللي كتير منهم بيكون عاطفي وبيقرب بسلامة نية من العروسة دي علشان يشوف مالها او يحاول يساعدها، فتكشف وشها المرعب اللي بيصدم الناس وبيحاولوا يهربوا وهما بيصرخوا. الجزء التاني من المقلب معقد شوية، بس ردود الفعل كانت مضحكة جدا. في الاول بيجروا شوية اطفال في الشارع وهما بيعيطوا ويصرخوا قدام ضحايا المقلب، وفجأة بتظهر قدامهم الشخصية المرعبة وبتتحرك باتجاههم بسرعة جدا على لوح تزلج. الجزء الثالث من المقلب كان معقد أكتر وأكتر، وبرضه كان مخيف جدا، وفيه كانت العروس الشريرة بتطير في الهواء وبتتحرك بسرعة جدا. وعلشان ينفذوا صناع المقلب الحيلة دي اضطروا انهم يربطوا الممثل بحبال خاصة ويحركوه فيظهر كأنه بيطير. مشكلة القمامة. في الوقت اللي كل العالم بيتكلموا عن مشكلة التلوث وضرورة إعادة تدوير القمامة والاستغناء عن البلاستيك، مازال لسه في ناس كتيرة جدا لحد دلوقتي ما تعلموش حتى انهم يرموا القمامة بتاعتهم في المكان الصح. فقرروا صناع المقلب اللي هنشوفه دلوقتي انهم يختبروا رد فعل الناس في الشارع لما يشوفوا كومة من القمامة مرمية على الارض جنب سلة المهملات، وايه الاختيار اللي هيعمله كل شخص معدي من جنب الكومة دي، واللي هي في الحقيقة ما كانتش قمامة بجد، لكن هو شخص لابس وكأنه كده ونايم على الارض، وكل ما حد من المرة يرمي حاجة على كومة القمامة دي يقوم الشخص ده ويفزعه ويطرده في الشارع. وحش ما قبل التاريخ. اللي بيتابع مقالب يابانية اكيد اخد باله ان معظم المقالب اليابانية بتكون غريبة ومختلفة ومرعبة جدا، زي المقلب ده واللي تعرض لاول مرة في برنامج على التلفزيون الياباني، وبعد كده خدوا صناع المقالب في دول تانية نفس الفكرة وطبقوها. في المقلب ده جابوا ممثل ولبسوه كأنه ديناصور حقيقي بيظهر فجأة ويخض الناس، وبرغم من انه بس بشوية تركيز اصلا اي حد سهل جدا يلاحظ رجلين الممثل اللي باينة من تحت الزي، الا ان تقريبا كل ضحايا المقلب كان رد فعلهم غريزي ومضحك جدا، وكلهم كانوا بيترعبوا من المنظر وبيصرخوا ويحاولوا يهربوا. مفيش بس غير بعض الضحايا اللي كان رد فعلهم هادي بشكل غريب، وده تقريبا لانهم اكتشفوا انه مقلب من اول ثانية. كائن غير مرئي. قبل صدور اي فيلم بينظم الاستوديو احداث خاصة بيتعامل فيها مقابلات مع صحفيين عادة بتستمر لساعات، بيقابلوا فيها الممثلين والمخرجين وبقية اعضاء فريق العمل، بيتكلموا معاهم عن الفيلم والتصوير وغيره. ده نفس اللي حصل قبل صدور فيلم الرعب The Invisible Man سنة 2020، واثناء ما كانوا الصحفيين موجودين في الاستوديو مستنيين فريق العمل علشان المقابلات اتفاجئوا ان كل حاجة في المكان تقريبا بتتحرك لوحدها بشكل غريب، وكأن مخلوق خفي هو اللي بيحركها. وبالرغم من ان الصحفيين طبعا عارفين اسم الفيلم، لكن محدش منهم قدر يتوقع انه مقلب، وكانت ردود افعالهم مضحكة جدا. مقلب التلفزيون. قبل اطلاق الجزء الثالث من سلسلة افلام The Ring المرعبة، حابوا المنتجين يعملوا دعاية للفيلم بشكل مختلف وجذاب، فقرروا يعملوا مقلب مرعب في الجمهور. اتنفذ المقلب في لوس انجلوس تحديدا في محل تلفزيونات، وفي وسط شاشات التلفزيون الموجودة في المحل ركبوا شاشة مزيفة، وجوه الشاشة دي عملوا زي اوضة صغيرة وعليها من بره شاشة متحركة، وفي كل مرة بيدخلوا الزباين المحل وهما بيختاروا بيتفاجئوا ببنت شبه الشخصية المرعبة في فيلم The
The Ring بتطلع من الشاشة المزيفة. المقلب ده كان واقعي جدا، وده بان طبعا في ردود أفعال الضحايا. مقلب مشابه اتعمل في برنامج صباحي أمريكي، واللي حصل إن المذيعين كانوا بيقدموا تقرير عن أغرب الحاجات اللي تم العثور عليها في شنط المسافرين على الحدود أثناء تفتيش الشنط، ولما فتحوا واحدة من الشنط طلعت منها شخصية سمارة الشهيرة. زائر غير متوقع. معروف ان الدببة القطبية هي اضخم الثدييات المفترسة على الارض، وبالرغم من ان الدب القطبي مش متعطش للدم بطبيعته، لكن برضو ممكن يهاجم البشر. علشان كده فمفروض انك لو شفت دب قطبي في يوم من الايام تتجنبه وما تحاولش تثير غضبه، لانه في الاول وفي الاخر مفترس. في لندن عملوا مقلب فريد من نوعه. في الاول صمموا هيكل دب قطبي، وعلشان يطلع الهيكل دقيق ويبان حقيقي خدت العملية دي اكتر من شهر. بعد كده بدأوا الممثلين ومحركوا الدمى يدربوا على تحريك الهيكل علشان يبان كأنه دب قطبي حقيقي، ولما كل شيء بقى جاهز نزل الدب القطبي المزيف في شوارع لندن. والغريب انه اي شخص تقريبا ما كانش يقدر يميز بينه وبين الدب الحقيقي من شدة الواقعية في الشكل والحركة. لكن الاغرب انه بدل ما الناس في الشارع يخافوا منه ويتجنبوه، كانوا بيقربوا منه وبيلعبوا معاه وكأنه حيوان أليف. والحسن حظهم طبعا انه مش دب حقيقي. المرآة المخيفة. غالبا محدش هيتوقع انه ممكن يحصل فيه مقلب في حمام عام، وده اللي خلى صناع المقلب اللي هنشوفه دلوقتي يقرروا يعملوا مقلب في حمام عام في واحدة من سينمات لندن. اللي حصل انهم شالوا مراية الحمام وحطوا شاشة ذكية بتشتغل بتقنية التعرف على الوجوه، يعني زيها زي شاشة الموبايل او التاب بالظبط، بحيث ان اي حد يبص فيها تحوله لشكل غريب زي فلاتر انستجرام. وده طبعا اتسبب في صدمة ورعب للناس اللي اتفاجئوا بانعكاسهم غريب في المراية. بس معظم ضحايا المقلب بعد ما اكتشفوا انه مقلب حبوا الفكرة جدا وكانوا مستمتعين بها. المخلوق السام. في برنامج صباحي استرالي كانوا المذيعين بيعملوا تقرير في الاستوديو مع خبير زواحف وحشرات، وبيقدموا نصايح للمشاهدين لحماية نفسهم من لدغات الافاعي وغيره. كل شيء مشي تمام جدا لحد ما انضم ليهم زميل ثالث، واللي حب يعمل فيهم مقلب مرعب ومضحك في نفس الوقت. فرمى تعبان مطاط على الارض، والظاهر انه هو اللي اكتشفه وصرخ وكأنه متفاجئ ومستغرب ومرعوب، وده طبعا سبب رعب لزمايله اللي بدأوا هم كمان يصرخوا ويبعدوا، وتحول الاستوديو لفوضى لطيفة. بنشكركم على المشاهدة، وقولوا لنا في التعليقات ايه اكتر مقلب من المقالب دي عجبكم اكتر. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو ضغطوا لايك وشير، وما تنسوش كمان تشتركوا بالقناة وتفعلوا خاصية الجرس علشان يوصلكم كل جديد.